يوم وفد جامعة تكريت جامعة كل العراقيين حضر حال حال بقية الجامعات لأداء القسم قسم التخرج، وشرف كبير لجامعة تكريت لمحافظة صلاح الدين أن يكون أداء القسم في هذه البقعة المقدسة وفي هذا المكان الطاهر. فنشكركم كل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكل ما قدمتموه لنا منذ مجيئنا وحتى هذه اللحظة، عاجزين عن شكركم. لا شك أن اختيار هذه البقعة المباركة والتي تعد من أقدس مكان من أماكن الأرض أن اختيارها دقيق وموفق، لأنه حقيقة يعطي حافز كبير لطلبتنا الأعزاء للنجاح والتفوق والوصول إلى هذه المنطقة لما تتمتع به من مكانة كبيرة في نفوس طلبتنا الأعزاء. العتبة العباسية جزاهم الله كل خير، كفت ووفت، بارك الله بهم إن شاء الله، ونتمنى من الجميع أن يحذوا حذوهم. القسم بهذه الحالة سيكون قسمين، القسم الأول أمام رب العالمين والقسم الثاني أمام سيدنا وإمامنا أبو الفضل. هذه الفرصة اللي وفرتها العتبة العباسية المقدسة اليوم لنشر روح اللحمة الوطنية ما بين أبناء البلد الواحد. نشوف طلاب من جامعة الموصل، طلاب من جامعة تكريت، طلاب من البصرة، طلاب من ديقار، وهكذا لأول مرة يرون بعض ولأول مرة يتعرفون على بعض، وهذا هو المطلوب أنه شبابنا يتعرفون على بعض يتواصلون مع بعض. تشرفنا اليوم بزيارة وبدعوة كريمة من العتبة العباسية المقدسة في هذا المحفل الكريم اللي يجمع جميع طلبة العراق من كل الجامعات، واللي شارك به أكثر من 40 جامعة بأكثر من 3000 طالب. الجامعات العراقية لها الشرف الكبير بأن تتعاون مع العتبة العباسية المقدسة، لها المعنى الكبير أن تتعاون مع هذه العتبة العباسية الرائعة إدارياً وتنظيمياً وروحياً واحتضاناً، إنها أبوية الاحتضان. متعودين طبعاً إجراء مهرجانات التخرج لدينا في الجامعات أن يردد القسم أمام التدريسين مجلس الجامعة وأمام ذويهم أهاليهم، هاي رمزية مختلفة أن تردد القسم أمام إمامك، شيء جداً عميق وذو تأثير عالي على الطالب. ونقسم نحن بالأئمة ونقسم بديننا، ولكن نقسم أمام إمامنا القضية تحمل معاني كبيرة جدا. أنا لا أعتبره ملتقى محلي وإنما ملتقى عالمي، من أرض كربلاء يثمر العطاء. إنها كربلاء أرض الشهداء، أرض العطاء، تتجدد فيها كل عطاء وكل تضحية. هذا العطاء المستمر الذي عودتنا عليه العتبة العباسية المقدسة سنوياً أن نحتفي ونحتفل بمناسبات عدة، منها الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية. هذا الحفل المركزي الذي فيه عناوين كثيرة لوحدة العراق ولتكامل وتناقح أفكار وملتقى الشبابي لطلبة العراق. نعم، إنها كربلاء. كربلاء أرض مقدس لجميع العراقيين ومكان استشهاد سيدنا الحسين عليه السلام وبقية الصحابة الإمام الحسين وأولاد الحسين. شيء كبير من العتبة العباسية أن يقدم دعوة لطلبة الجامعات العراقية لزيارة الكربلاء المقدسة، وهذا يدل على أن العتبة العباسية حريص أن يكون هناك سلم مجتمعي وتواصل ما بين المجتمع العراقي. أعتقد هذا الهدف عندما تبنته العتبة واختارت من أرض كربلاء مقراً ومكاناً ومركزاً، لأنه ليس هناك
أكمل وأنبل وأطهر من كربلاء المكان وكربلاء الجغرافيا وكربلاء الدين وكربلاء الرسالة، بأن تكون المنهل لكل هؤلاء الطلبة لكي يتذكروا القيم الإسلامية الصحيحة والنبيلة. صراحة هذا فد حلم كبير كان يراود طلبتنا، وكانوا يتمنون أنه يكون قسمهم بجوار أبي الفضل العباس. أبو الفضل العباس هو صاحب الكفالة، فكانت المعنى يعني واضح جدا لماذا طلبتنا الأعزاء أن يكون القسم مالتهم بجوار أبي الفضل، لما له من دلالات سيلتزمون بها إن شاء الله في مستقبلهم في خدمتهم لوطنهم لعوائلهم لهذا الجيل القادم إن شاء الله.